ديفيس بتاع البايرن لعب معاك، خلطت عليه واخدت ترينا معايا شهر اي خدت بعد خدته من فانكوفر زاد عندك معاه حاجة ولا لعبنا عندك؟ ما كنت صاحب انت وياه شهر ما كي يجي في الفاكونس لسه طفل صاحبي هذا كور معايا غاديك اصحابه هو ما تعشينا معنا مرتين عليها العينين ذا اللي كيف انت تشوف مثل البايرن انت تاخذ منها ذا اللي معناتها كيب محترمه جدا وبيانتو زاد ثم طفل صغير بيمشي بي اس في تبعوا فيه برشا معناتها تبعوا فيه برشا من الاوروبا الجماعي وهو جماعي سخونه كيما يقولوا وهو ذا اللي عمل باركور كبير برشا في البايرن من اللي طلع ما قعدش حتى برشا فك بلاصتو ولا يكور تشامبيونز ليج الناس الكل شفنا المساهمه نتاعو زاده هو حتى كي سالت حتى من لاعبين اصحابه وسالت شكون من الاداره قالوا لنا طفل فيه موهبه من اللي هو صغير معناتها شوفوا معناتها في الانتريمون كيفاش وفي الماتش بوت كيفاش هو اللي يعرف قصته ذا اللي جاي لاجئ من ليبيريا ابوه وامه هاربين من الحرب حاجه هكا من ليبيريا جايين معناها قدوه طفل هذاك عندي انا اخويا كيفاش وصل لك هيك اخويا كيفاش كان وكيفاش ولا انا عندي انا قدوه نحكي شويه كيف بسم الله نحكي في اللي تحب عليه اخر لا مش في اللي تحب عليه انت خويا متحفظ برشا ما حبيتش تعطيني شيء اليوم المنتخب وجه لك الدعوه منذ الكبير اخر ستاج تقريبا قبل الاخر ستاج كنت موجود في المنتخب علاش ما قعدتش في المنتخب وقتها خرجت ما مشيتش مع ليكيب ناسيونال ذا اللي بعد لا انا باش نفسر لك حاجه ستاج وقت اللي جيت فيه ستاج اللي بعده باش نمشي وقتها باش نمشي باش نمشي للنمسا باش نلعب كونتر نيجيريا هم الولاد وقتها عطاو قبلي باسبور انا كي جيت عطيت باسبوري وقت السفاره فرنسا عطيته اليوم يوم تغدو قالوا سكروا السفاره رجعوهولي هذاك هو البروبليم معناتها اللي صار معناتها ما بعد ما تعرفوش فيزا ما حضرتش معناها دونك وليت قعدت فهمتك معناتها ما كانش ما كانش مشكل ولا حاجه صحيح والستاج اللي من بعده من بعد جمعتين هكاك ولا بالضبط كي انا روحت غاديك حتى جامعتي في بلاش معناتها باش نعمل حجر معناتها قبل 12 يوم مشينا غاديك كلموا لما ليس قالوا لهم اي ملاعب يمشي كيما سيونار باش يعمل حجر خلاص قالت لي فاك 12 يوم 12 يوم قعدنا لهم 3 ايام وقتها بعد ستاج دونك انا كونترولير ما نعيطلكش فهمت ماكش حاضر معناها معناها كلمك حاب يشوف وضعيتك انت حكيت له الحكايه هذه دونك ما نجمش عارف في بالهم هم يعطيهم الصح اخوي ديما معايا بالتليفون يسالوا لي حتى ميساجات ديما معايا حسوني انا قريب معناتها في الجروب هذه حاجه باهيه معناتها تخليك ديما عندك لونفي باش تجي لك ناشونال مع شكون الكونتاكت اكثر مدرب منذ كبير عادل سليم شكون يحكي بتحكي معاه اكثر والله زوز زوز شنو الميساج حطوه لك عداه لك شنو يحكوا معاك بالضبط حاطينك في بالهم شنو بالضبط شو نقول لك معناتها احنا عايشين كي تشوف معناتها الامبيونس في وسط الجروب تحس روحك حتى كي ما تجيش في ستاج تتوحش بسيف هذا باش تجي فهمت فهمتك ايه وديما يحطوك في الاطار ديما من الاخر اكثر من العائله ونجم نقول لك حتى شيء اخر وهما حتى بالكلمه الباهي ديما يعاونوك حتى بالكلمه الباهي حتى ماكش في امورك ماكش في ديما معاك معناتها حتى من اللعبيه غير ما نذكر الاسامي يعطيهم الصحه ديما يسالوا ديما راك معانا نحب الاسامي شكون يسال عليك؟ هما ما يحبوش اقرب واحد ليك شكون؟ هما ما يحبوش اي اقرب واحد ليك شكون؟ شنو هما ما يحبوش يا اخي؟ هما ما يحبوش قلت لك فاش يعملوا في حياتهم قلت لك شكون اقرب واحد ليك؟ ثم برشا والله لا يحبوا تسمعني ما تحطنيش في العراق اي خويا ايش عندنا فيهم اي كل شيء اليوم ما يحبوش ما نعطيكش ما نقولكش لا خذ لك انا يجي في وقت والله ما نحطهم الكل نجيب لك الدوس يقول لك ها 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 باهي نحكي شويه على اللعبة الاولمبيه علاش منتخبنا ما وصلش اول حاجه وانت ما كنتش موجود في المنتخب في الوقت اللي حشتنا بيك وفي الوقت اللي كنت موجود في انت في التصفيات وموجود في التصفيات التحضيرات وكنت من العباد اللي كنت موجود في المنتخب علاش في وقت الماتش نتاع التاهيل هذاك مع قبل ما كنتش موجود هذيك هي البريود نحكي لك عليها سلام قلت لك وقت نتاع ركضي مضروب معناها وقت معناتها سينون كنت الضربه اللي فسدت لي برشا حاجات كنت معناتها كنت ما نجمش حتى نكون غادي تورين في بلاصه اخرى معناتها كان بديت من الاول ما غاديك هذا بديت تذكرني برشا حاجات اللي بديت خسرتك في برشا وقت برشا برشا وقت خويا وبرشا حاجات شنو تتذكر قعدت من البريود هذيك؟ كان قعدت نتذكر كان حد شيء ولا نتذكر حد شيء جوست تعاود في نفس النهار وتشوف اصحابك تجري ومخي تعب وقت البريود هذيك اصلا شوف اصحابك تجري عباد تلعب في الماتشوات ومغاديك ابنك ناسيونال و برشا برشا حاجات تدخل بعضك معناتها
تبعتوا الماتش هذاك نتاع الكاميرون؟ بالطبيعه يعني قمت له بالذمه وقت الصبيح وقت الوقت مش عارف كيفه. هذا غالب اما زدت كي جينا كاملين راه ما نجم نعملوا حاجه باهره. عندنا جروب باهي على الاخر. كنت لو كان كنت موجود كنت تنجم تعاون اكثر. ما نعاونش حتى بالكره نجم حتى نعاون في الجروب. بالكلمه الباهيه ما نعرفش. احكي لي ثم لاعبين كان نجموا يجوا معنا. كيما شكون؟ برشا كيما بسام كيما. برشا. بسام السلافي كان موجود. اي نعرف. كان موجود وقت. هو كان نجم حتى يجيبوه معنا قبل فهمت. فهمت. حتى انت ملاعبي تحطه مع جروب عمره ما ترينا معاهم. بالطبيعة مش يعطيك شيء. يا ما يعرف تعرفوا بعضكم اللي صغار. صحيح ما تبدل الجروب تبدل. مش تبدل برشا صحيح. فهمت. انا بلا بسام وقتها كان لعب معاه وقتها الملاعبية اللي نسينا لعب معاه وقتها كانوا نجموا يعملوا حاجة باهي. بي قبلك حكينا في الكواليس في مقابلة إيطاليا كان معك عمر رقيق لاعب اللي توا صح في أرسنال، شو نجم نقول شو تنجم تقول لنا على اللاعب هذا جاسم؟ عمر أنا من أول مرة جا معنا شفت فيه حاجة سبيسيال طول هذاك. لعبوا نتاع واحد ما نعرفش مش في البلاصة اللي هو فيها هكا اكزاكتومون هذاك اللي صار معنا. حسب وأنا نصور معناتها إن شاء الله معناتها يحاولوا يقنعوه حتى الجامعة تاعنا بكل الطرق ما تبجي معنا خاطر باش يعاوننا برشا 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 خدام. انت تعرف هذا الملاعب حسب ما حكيت معاه عنده اون في عنده رغبه باش يلعب مع تونس. اي. مازلتم كونتاكت؟ عنده الرغبه ما تو كي شفته معناتها اخر مره عطوا لك الناسيونال تاع هولندا مشى ما تفهم شيء. اخر مره وقتاش؟ لا ما مشاش عنده مده هو اخر مره عمل الفيديو حتى في السجل الاخر نتاع الكيرسونال عمل الفيديو بعث فيديو للتوانسه حكى في بالعناش تبع ولا حكى قال معناتها ما جاش خاطر جوست قاعد يقعد في مونو مع ارسنال استجاب مش استجاب هذاك نحكي لك على استاج اخر قديم بعد استاج نتاع الاولمبيك اي وقتها مشى مع هولندا صحيح هاي اما تتبدل المعطيات ديجا نحكي معاه انا نوريك على التليفون قاعد نحكي كونتاكت انا وياه شي يقول لك مثلا على الحكايه هذه ما لا بصراحه مش بدناش الموضوع ما جبت لي فكرة دي كل بالي بعض انت كي تحكي معاه في مخه شنو تونسي هولندي شنو يحكي معك بلتحب يحكي معك انجليزي تونسي بلتحب صارت تلفة في الماتش هذاك نتاع ايطاليا في الاوتيل مع هو بالذات هذه العصفورة قلت لها ايه العصفورة هذه وصلت لها احكي لنا عليها شنو صار مو ربي هدينا وقت عندنا جروب بي ما فهمت ايه واللي يجي في جديد في الجروب مش فاهم شيء هو ما كان انت يعني بالجواب تاعي جاي معنا في الجروب جاي واحد لعلنا فيه كان يسمع فيا تو قال له تحب الوترنير بري حبك قال له برمشي يقول له كلمة هذه بكذا وكذا اللي هي كلمة خايبة بين قوسين بين قوسين هو ماشي 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 خويا مالك في الاخر خويا مشى خطفه شبور خليه يدي يزي وبعد سبع بيع الكابتن سي شكرا خطفه يذكر بالخير ديجا والله اذا جبد لي عليها ما عنديش حتى بريود خلي شنيا يا حبل الكلمه بين قوسين عيطوا لي حبل نسي ميركا زاري تعرفوا ايه خلي شنو الكلمه قلت لبرج ولي كابتن مش تقول لك كان قال لك واحد من الاولاد قال لك انا ما نجمش ديما شد لي كل ما يعرض يقول لي باهي 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 كلمة على الستاد جاسر شنو رايك فريق اليوم؟ خويا انا متفاجئ باللي روند مون باهي معناها شنو؟ كجروب جديد تعمل هكاكا وتحسوا معناتها جروب عنده برشا لعب مع بعض حاجة ما هي سهلة مش حتى السيزون هذه حتى السيزون اللي فات تمشي لبعيد ستاد سناء ولا جوست هذاك وسط المليو التابلو ولا يعني خويا خلينا نشوف فيك تكمل هكا نجم تلعب بعضها فما الخامسة يا البقلاوة خويا شنو نقول لك انا نتمنى لها حتى الأولى اما ان شاء الله خويا تكمل هكا لا لا الخامسة معناها اللقب الخامس معناها مش الأول البطولة الخامسة نقصد يا خويا شنو نقول لك نحكي لوجيك مو هي صعيبة صعيبة هي صعيبة اما زاد ما ثم مش حد شيء مستحيل في الكورة ان شاء الله بالتوفيق للملعب التونسي وبقية الفرق وبالتوفيق لك انت جاسم